السلام عليكم الاصدقاء، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم حميد من محل ديناميك للمكملات الغذائيه. اليوم غنتعرفوا على مكمل الماستيك اكستريم، غنحاولوا نتعرفوا على المميزات ديالو والفوائد ديالو للجسم. اي حاجه متعلقه بهذا البرودوي هذا، اي معلومه غنحاولوا نتعرفوا عليها في هذا الفيديو هذا. ما تمشيو فين، بقاو معايا. على بركه الله الاصدقاء، مكمل ماستيك اكستريم 2000 من شركه ماستلتيك العالميه. هذا المكمل صمم خصيصا للاشخاص الرجال او النساء اللي عندهم مشكل النحافه وعندهم صعوبه في تناول وجبات كثيره في اليوم. من هنا كنقدم لكم مكمل ماستيك اكستريم 2000. فهو كيحتوي على تركيبه جد فعاله من المكونات، فهو كيحتوي على بروتينات وكربوهيدرات موزونه بكيفيه علميه باش يعاونك في زياده الوزن وبناء العضلات بشكل سريع. كذلك كيتوفر هذا المكمل على نسبه جد مناسبه من الكرياتين والفيتامينات والاحماض الامينيه باش يغذي الجسم ديالك ويساعده في تحقيق بناء عضلي. هذا المكمل يقدر يستعمله اي شخص سواء مبتدئ او محترف، وهو مخصص عامه للناس اللي عندهم الصعوبه في زياده الوزن والبناء العضلي، وهذه هي الوظيفه الاساسيه لهذا المكمل. فالجرعه اليوميه من هذا المكمل كيعطيك 80 غرام من البروتين و1830 سعره حراريه، وايضا 10 غرام من الكرياتين، وهو غني بالاحماض الامينيه الاساسيه واحماض بي سي اي، وايضا الجلوتامين اللي كيساعد في تعافي العضلات بسرعه. فهذا المكمل هو مكمل ضخامه ذو جوده عاليه، كيساعد في زياده وبناء العضلات بشكل سريع، وكيتميز بتنوع النكهات باش تاخذ المذاق اللي كيعجبك. وايضا فيه جوج الاحجام 10 كيلو و3 كيلو. عندك 6 سكوبات في اليوم، تختار التوقيت اللي غيناسبك تشربهم فيه. اهم حاجه يكون واحد الفرق زماني على الاقل 4 ساعات ما بين سكوب وسكوب. كتاخذ سكوب كتخلطه مع 300 مليلتر ديال الماء او مع الحليب، وبصحتك البطال. وفي الاخير نتمنى نكون عطيتكم فكره على هذا المكمل هذا، ونكون فدتكم شويه، والسلام عليكم.